السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الثانوية العامة طيب الله أوقاتكم بكل خير ضمن سلسلة دروس الرياضيات نقدم لكم اليوم مراجعة عامة في وحدة المصفوفات الجزء الأول يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الموقف التعليمي أن تحل أسئلة متنوعة على وحدة المصفوفات المثال الأول إذا كانت أ تساوي اثنين سالب ثلاث خمسة سبعة ثمانية سالب تسعة أوجد ما يلي رتبة هذه المصفوفة هي كما تعلمنا أعزائي الطلبة أن رتبة المصفوفة هي عبارة عن عدد الصفوف في عدد الأعمدة لاحظ أن عدد الصفوف صف صفين وعدد الأعمدة عمود عمودين ثلاث فتكون رتبة هذه المصفوفة هي عبارة عن اثنين في ثلاث المطلوب الثاني قيمة المدخلة ألف اثنين ثلاث ضرب ألف واحد اثنين ألف اثنين ثلاث مدخلة الصف الثاني العمود الثالث سالب تسعة ضرب ألف واحد اثنين مدخلة الصف الأول العمود الثاني سالب اثنين فتصبح سالب تسعة ضرب سالب اثنين ويساوي ثمنتاعش أما المطلوب الثالث قيمة س بحيث أن ألف واحد واحد س تكعيب يساوي اثنين ألف اثنين اثنين نجد أولاً ألف واحد واحد وهي عبارة عن مدخلة الصف الأول العمود الأول وهي اثنين ضرب س تكعيب يساوي اثنين في ألف اثنين اثنين وهي عبارة عن ثمانية، فتصبح اثنين س تكعيب تساوي اثنين في ثمانية، ومنها بالقسمة على اثنين فإن س تكعيب تساوي ثمانية وبالتالي فإن س تساوي اثنين. ننتقل الآن إلى المثال الثاني. إذا كانت ألف تساوي ثلاثة اثنين واحد صفر وباء تساوي سالب اثنين ثلاث سالب أربعة واحد أوجد ما يلي المطلوب الأول نريد ثلاثة ألف ناقص اثنين باء المطلوب الثاني محدد ألف زائد باء ناقص ميم اثنين والمطلوب الثالث خمسة وأربعين ألف ناقص أربعة وأربعين في ألف ناقص باء ناقص ثلاثة وأربعين باء الحل المطلوب الأول: 3 أ ناقص 2 ب، نضرب المصفوفة أ ب 3 ونضرب المصفوفة ب في 2 ثم نقوم بإجراء عملية الطرح فيصبح 3 في المصفوفة أ ناقص 2 في المصفوفة ب بتوزيع الأعداد على المصفوفات يصبح تسعة ستة ثلاثة صفر ناقص سالب أربعة ستة سالب ثمانية اثنين وباجراء عملية الطرح فإن الناتج يكون 9 ناقص سالب 4 ويساوي 13 وبالتالي يكون الناتج 13 0 11 سالب 2. أما المطلوب الثاني فهو محدد أ زائد ب ناقص م 2 لإيجاد هذا المحدد لابد من إيجاد ما بداخل هذا المحدد وهو عبارة عن أ زائد ب ناقص م 2 أي نجمع المصفوفة أ مع المصفوفة ب ثم نطرح منها مصفوفة الوحدة وهي عبارة عن 1 0 0 1 وبالتالي فإن ناتج هذه العمليات يكون 0 5 سالب 3 0 وبإيجاد المحدد 0 ضرب 0 0 ناقص 5 ضرب سالب 3 سالب 15 وبالتالي فإن ناتج هذا المحدد هو عبارة عن 15. أما المطلوب الثالث فنريد 45 ألف ناقص 44 في ألف ناقص با ناقص 43 با لإيجاد هذا المقدار لا بد من تحليل أو تبسيط هذا المقدار وذلك بتوزيع السالب 44 على القوس فتصبح 45 ألف ناقص 44 ألف زائد 44 با ناقص 43 با وبالتبسيط 45 ألف ناقص 44 ألف هي عبارة عن ألف وأربعة 44 با ناقص 43 با هي عبارة عن با فيصبح الناتج النهائي ألف زائد با ونقوم بجمع المصفوفتين فيكون الناتج سالب واحد خمسي سالب ثلاثي واحد ننتقل إلى المثال الثالث أوجد المصفوفتين سين وصاد بحيث أن المصفوفة ألف سالب با با ألف تساوي ألف في سين زائد با في صاد حيث ألف وباء أعداد حقيقي أولا نعمل على تجزيء المصفوفة ألف سالب باء وباء وألف إلى حاصل جمع مصفوفتين بالشكل التالي فتصبح ألف صفر صفر ألف أي الجزئيات اللي فيها ألف نأخذها في مصفوفة لوحدها والجزئيات التي فيها باء نأخذها في مصفوفة أخرى وبالتالي نقوم الآن بإخراج ألف عامل مشترك من المصفوفة الأولى وبإخراج باء عامل مشترك من المصفوفة الثانية وبالتالي فإن المصفوفة س هي عبارة عن المصفوفة 1 0 0 1 وأن المصفوفة ص هي عبارة عن 0 سالب 1 1 0 وتكون بالصورة التالية هي س اللي هي مصفوفة الوحدة وأن المصفوفة ص هي عبارة عن 0 سالب 1 1 0. أما في المثال الرابع إذا كانت أ مصفوفة من الرتبة 3 × 2 وباء مصفوفة من الرتبة م في ك وجيم مصفوفة من الرتب أربعة في نون مصفوفة وكانت المصفوفة س هي عبارة عن ألف زائد با ضرب جيم أوجد ست ميم ناقص كاف نون نكتب المصفوفة س بدلالة الرتب فتكون بالشكل التالي س تساوي ألف ثلاثة في اثنين زائد با ميم في كاف ضرب جيم أربعة في نون حتى تجوز عملية الجمع بين المصفوفة ألف والمصفوفه ب ضرب جيم يجب ان يكون لهما نفس الرتبه اي ان المصفوفه ب ضرب جيم يجب ان تكون رتبتها عباره عن 3 في 2 وبالتالي يكون الشكل بالشكل التالي ان ب ضرب جيم من الرتبه 3 في 2 اي ان م ون هي عباره عن 3 في 2 ومنها فان ميم هي عباره عن 3 ونون هي عبارة عن اثنين وحتى تجوز عملية الضرب يجب أن تكون كاف تساوي أربعة عدد أعمدة لا يجب أن يكون يساوي عدد صفوف جيم وبالتالي فإن قيم ميم هي ثلاث ونون هي اثنين وكاف هي أربعة نعوض هذه القيم في المطلوب ست ميم ناقص كاف نون وتكون بالشكل التالي ست ميم ناقص كاف نون تساوي ست في ثلاث ناقص أربعة في اثنين ويكون الناتج النهائي يساوي عشرة ننتقل إلى المثال الخامس إذا كانت ألف مصفوفة مثلثية علوية من الرتبة الثانية أوجد هذه المصفوفة بحيث أن ألف تكعيب هي عبارة عن ثمانية سالب ثمانية صفر أربعة بما أن ألف هي عبارة عن مصفوفة مثلثية علوية من الرتبة الثانية نفرض هذه المصفوفة فتكون بالشكل التالي نفرض أن ألف هي عبارة عن سين صاد صفر عين الآن نجد ألف تكعيب لإيجاد ألف تكعيب نجد أولا ألف تربيع وهي عبارة عن ألف في ألف أي أن ألف تربيع هي عبارة عن سين صاد صفر عين في سين صاد صفر عين نجري عملية الدرب نتذكر لإجراء عملية الدرب نضرب الصف الأول في العمود الأول ويكون سين في سين سين تربيع زائد صاد في صفر فيكون ناتجها سين تربيع الصف الأول في العمود الثاني سين صاد زائد صاد عين الصف الثاني في العمود الأول صفر في سين وعين في صفر فيصبح صفر الصف في الثاني في العمود الثاني فيصبح صفر في صاد صفر وعين في عين عين تربيع نجد الآن عين تكعيب وهي عبارة أو نجد الآن ألف تر تكعيب وهي عبارة عن ألف تربيع في ألف وتكون بالشكل التالي بعد إجراء عملية الضرب إذا المصوف ألف تكعيب بالصورة هاي هي نفس ألف تكعيب بالمعضة ومنها بمساواة المدخلات فإن سين تكعيب تساوي ثمانية وأن عين تكعيب تساوي أربعة وستين وأن سين تربيع صاد زائد سين صاد عين زائد صاد عين تربيع يساوي سالب ثمانية وعشرين عندما سين تكعيب تساوي ثمانية فإن سين تساوي اثنين وعندما عين تكعيب تساوي أربعة وستين فإن عين تساوي أربعة بتعويض قيمة سين وعين في معادلة الأخيرة وهي سين تربيع صاد زائد سين صاد عين زائد صاد عين تربيع يساوي سالب ثمانية وعشرين فإن صاد بالناتج النهائي تساوي سالب واحد إذن المصفوفة ألف بعد إيجاد قيمة سين وصاد وعين هي عبارة عن اثنين سالب واحد صفر أربعة وبالتالي فإن المصفوفة المثلثية العلوية المطلوبة هي اثنين سالب واحد صفر أربعة ننتقل للمثال السادس إذا كان لام ضرب سين يساوي واو حيث واو المصفوفة الصفرية ولام عدد حقيقي سين مصفوفة فأثبت أن إما سين تساوي واو أو لام تساوي صفر أي أن عند ضرب عدد في مصفوفة وكان الناتج يساوي المصفوفة الصفرية فإنه إما أن هذا العدد أو أن هذه المصفوفة صفرية لإثبات هذا السؤال نفرض أولاً أن العدد لا يساوي صفر ونبرهن أن المصفوفة صفرية وأيضا نفرض أن الجزء الثاني من الإثبات نفرض أن المصفوفة ليست صفرية ونبرهن أن لام تساوي صفر أولا نفرض أن لام تساوي لا تساوي صفر ونبرهن أن سين تساوي المصفوفة الصفرية بما أن لام لا تساوي صفر يمكن ضرب طرفي المعادلة بالعدد واحد على لام فتصبح لام تساوي س لام درب سين واو واضرب في واحد على لام الطرفين فيصبح س تساوي واحد على لام في المصفوفة الصفرية فتصبح المصفوفة الصفرية هذا الجزء الأول من الإثبات أما الجزء الثاني نفرض أن س لا, لا تساوي أي س لا تساوي المصفوفة الصفرية ونبرهن أن لام تساوي صفر بما أن س لا تساوي المصفوفة الصفرية أي أن س مصفوفة تحوي مدخل واحد على الأقل لا تساوي صفر ولتكن المدخل الأولى ألف نفرضه ألف وألف لا تساوي صفر ونفرض جميع باقي المدخلات أصفار الآن نضرب لام في المصفوفة سين ونساويها بالمصفوفة الصفرية فيصبح لام ضرب س تساوي لام في ألف لام ألف والباقي المدخلات أصفار يساوي المصفوفة الصفرية الآن نساوي مدخلات المصفوفة الأولى مع مدخلات المصفوفة الثانية أي أن لام ألف تساوي صفر لام ألف تساوي صفر وبما أن ألف لا تساوي صفر فإن لام في هذه الحالة هي صفر وبالتالي نكون قد أثبتنا هذا السؤال بجزئيه ننتقل الآن إلى المثال السابع أوجد قيمة كل من الثابتين ألف وباء في النظام التالي من المعادلات المصفوفية المصفوفة الأولى س ص ع تساوي حاصل ضرب المصفوفتين سالب سبعة سالب سبعة واحد اثنين اثنين واحد في المصفوفة ألف وباء والنظام والمعادلة الأخرى هي عبارة عن واحد وأربعة تساوي واحد 2 3 أربعة عشرة تسعة مضروبة في المصفوفة سين وصاد وعين لإيجاد ألف وباء لا بد من التخلص من المصفوفة سين وصاد وعين لاحظ أن سين وص وعين موجودة في المعادلة الأولى وموجودة في المعادلة الثانية فنعمل على حل هذا النظام بطريقة التعويض أي نعوض المعادلة الأولى في المعادلة الثانية باستبدال سين وصاد وعين بناتجها وهو الجزء الثاني هنا فيصبح 1 و4 يساوي 1 2 3 4 10 9 فيه قيمة س ص ع وهي عبارة عن سالب 7 سالب 7 1 2 2 1 مضروبة في ألف وباء. نقوم الآن بدرب المصفوفتين 1 2 3 4 10 9 في سالب 7 سالب 7 1 2 2 1 في ألف باء فيكون 1 و4 يساوي ناتج درب هذين المصفوفتين هو عبارة عن مصفوفة الوحدة وبالتالي فإن واحد وأربعة هي عبارة عن مصفوفة الوحدة في المصفوفة ألف وباء وكما نعلم أن ناتج ضرب مصفوفة الوحدة في أي مصفوفة أخرى فإنه يعطي المصفوفة الثانية أي أن واحد وأربعة يساوي ألف وباء وبتساوي المصفوفتين فإن ألف تساوي واحد وباء تساوي أربعة ننتقل الآن إلى المثال الثامن عند حل نظام من معادلتين خطيتين بطريقة كريمر وجد أن ألف سين زائد ألف صاد يساوي أربعة ستة اثنين ثلاث وألف سين ناقص ألف صاد يساوي سالب اثنين أربعة سالب اثنين ثلاث أوجد قيمة كل من سين وصاد لإيجاد قيمة سين وصاد لا بد من معرفة المصفوفة ألف سين والمصفوفة ألف صاد ومصفوفة المعاملات ألف لذلك نقوم أولا بحل نظام المعادلتين عن طريق الحذف وذلك بجمع المعادلة الأولى مع المعادلة الثانية ويكون بجمع المعادلتين أ س زائد ألف س تصبح اثنين ألف س وألف ص مع سالب ألف ص تنحذف ونجمع المصفوفتين الثانيتين أربعة وسالب اثنين تصبح 2 و6 و4 10 2 وسالب 2 0 و3 و3 تصبح 6 وبقسمة المعادلتين على المعادلة على 2 فيصبح أن أ س تساوي 1 5 0 3 نعوض المصفوفة أ س في معادلة رقم 1 ونجد منها المصفوفة أ ص وتصبح أ ص نحلها وتصبح 3 1 2 0 بما أنه أ س معلومة وألف صاد معلومي نقدر الآن أن نجد المصفوفة أ. المصفوفة ألف تتكون من معاملات س ومعاملات ص. في المصفوفة ألف السين العمود الأول هو عمود الثوابت ج، والعمود الثاني هو معاملات الصاد، أي أن معاملات صاد هي خمسة وثلاث. وفي ألف الصاد العمود الأول هو معاملات س ثلاثة واثنين، والعمود الثاني هو الثوابت واحد وصفر، أي أن المصفوفة ألف، معاملات س ثلاثة واثنين ومعاملات ص 5 و3 فبالتالي اوجدنا المصفوفات الثلاث الان نحسب المحددات لهذه المصفوفات فنجد اولا محدد المصفوفه ا س 1 في 3 3 5 في 0 فيصبح محدد ا س يساوي 3 وايضا محدد ا ص 3 في 0 صفر. صفر ناقص 1 في 2 فتصبح سالب 2 ومحدد ا هو عباره عن 3 ثلاث في 3 9 5 في 2 سالب 1 ومنها حسب قاعدة كريمر فإن سين كما نعلم هي محدد ألف السين على محدد ألف وتصبح ثلاثي على سالب واحد وتصبح سالب ثلاث وصاد تساو محدد ألف الصاد على محدد ألف وهي سالب اثنين على سالب واحد وتصبح اثنين وبالتالي فإن قيمة سين صاد لحل هذا النظام هي سين عبارة عن سالب ثلاثي وصاد هي عبارة عن اثنين وفي نهاية هذا الموقف التعليمي أعزائي الطلبة نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه وإلى اللقاء إن شاء الله في الجزء الثاني من مراجعة عامة لوحدة المصفات ودمتم بألف خير